أعجبت لكم أيها العرب ففي أوطانكم تتزاوجون وتنجبون من البنون الوفير والذخير، تنجبون بالثمانية والتسع والعشر، وعندما إلى أوكرانيا وروسيا تأتون تدخرون وتوفرون وتنجبون مثنى ومفرد أحيانا. السلام عليكم. أولا معكم محمود من قناة رو لايف. الخلاصة لا تزال في جيبي أو في جيوب. النهاردة خلاصات كتيرة. الحلقة 14. في الحلقة 14 نصيحتي لكل العرب انك انت تخلف كتير. نصيحة محترمة جدا، مش قصدي من وراها اي حاجة الا مصلحتك ومصلحة الامة. لو انت شخص كويس شايف نفسك ان انت هتجيب ذخيرة محترمة للمجتمع، يقدموا حاجة للعالم، لو خلفت استكثر على قد ما تقدر وربنا ان شاء الله يرزقك. ولكن طبعا مش بقول من غير حساب، كل حاجة بحساب، بس يستحسن ان انت تحط الموضوع ده في بالك. يعني عندما يكون المقدرة، عندما تكون النية ستكون المقدرة بإذن الله. ولكن الأمر يحتاج إلى بعض تناول الموضوع بعقلانية. ليه فعلا اما بتروح روسيا أوكرانيا تتجوز تخلف طفلين، طفل بتوفر خلاص؟ لا لا، أصلها عشان نصرف عليه، عشان نديله تربية صح. طب ما بتبقى في بلدك بتخلف بالسبعة وبالثمانية، أو مش أنت، مش أخوك، مش ابن خالتك، لا، في ناس تانية في بلدنا في مصر يعني على سبيل المثال، وفي دول عربية خليجية محترمة جدا وبيخلفوا سبعة ستة ثمانية، ويجي على الأجنبية المحترمة ويخلف منها عيل أو اتنين. ويعني هل هي نصيبها وحظها ان هي الزوجة التانية، او ان هي الزوجة اللي اتجوزتها شبه مجانا فعشان كده بتصرف عليها قليل وعلى ابنها قليل، وحتى تخلف منها عيل واحد بينما الاولى كعيد دم قلبك عشان تتزوجها ومقابل ذلك خلفت لك عيال كتير وبتصرف عليهم كويس جدا في احسن مدارس واحسن جامعات؟ فهل هي هذه الموازنة؟ غلط، مش صح. لو انت بتقيسها كده والمجتمع بيقيسها كده ده غلط. مش عشان حاجة كلفتني كتير اقوم افضل طول العمر ادفع عليها كتير، وحد تاني كلفني قليل خلاص يبقى نصيبك هيبقى قليل على طول. مانجيريال ده غلط. يعني في يعني مبني كده عندنا بيزنس يونتس وكده، يقول لك البيزنس يونت دي بتعمل فلوس كويسه مثلا او بتجيب انكم كويس، فيقول لك طب خلاص يبقى نستثمر فيها علشان تطلع انكم كويس. طب البيزنس يونت الثانيه مثلا ما بتدخلش انكم كويس، لا نديها فلوس اكتر علشان تقلب من خساره المكسب. يعني الفلوس او البادجت اللي بتدفع مش عشان ده بيكلفني قليل او بيكلفني كتير او ده بيكسبني اكتر وده بيكسبني اقل، لا، انا عندي نظرتي كمانجر كراجل رب اسره كامله، لان زوجتينك لو عندك زوجتين انت رب اسره متكامله، او عندك ثلاث زوجات ربنا يبارك لك ولا اربعه، ولا حتى يعني مش لازم يبقى ايه سيريال، لا لو هم بارلل، لا سوري مش بارل، لو هم سيريال ورا بعض، يعني اتجوزت واحده وطلقتها، اتجوزت واحده وطلقتها، لو هي في حاله السيريال مش البارلل، يعني معاك اربع زوجات بس مش ورا بعض وكل واحده في منها اطفال، يا ريت تبقى متوازن في المدفوعات. مش عشان امها او امه الطفل او ام الطفله ما كلفتكش حاجه وما بتطلبش حاجه يبقى معناها انها مش محتاجه حاجه. مش ده ابنك؟ مش هيتكتب على اسمك او مكتوب على اسمك؟ مش هيطلع يقول لك يا بابا او تقول لك يا ماما انت حرمتني، او تقول له ام الولد يقول له امه انت حرمتيني ليه، تقول له انا ما حرمتكش من حاجه، ده اسال ابوك هو اللي ما كانش بيدينا حاجه. اعمل حساب اليوم ده لانك مش هتتسائله غالبا في الدنيا، هتتسائله يمكن في الاخره، ويمكن حسابه يكون عسير زياده عن اللزوم بشكل انا ما اقدرش اتخيله. ممكن تتخيله انت لما تتحط في الموقف ده. لازم يبقى التوازن مش على قدر الانتاج او مش على قدر الاحتياج. يعني مش واحده زوجه موريه لك ان الاحتياج كبير جدا فانت بتديها كل الفلوس، واحده زوجه تانية عشان قنوعه ومحترمه ومش عايزه توريك، وده طبعا دي مواصفات الروسيه والاوكرانيه، ان في الاغلب بتبقى قنوعه ومحترمه وما بتقولكش انا عايزه حاجه، بتقول لك مثلا ايه البيت محتاج، او احنا مثلا لو ما عملتش كذا طب ده احنا كده مش هناكل مثلا، ولا خلاص نوفر بقى. لا نوفر ايه؟ نجيب.
فواحد يقول لها يعني في عرب اما مراته تقول له ده على كده بقى مثلا ايه بالمصاريف دي يبقى مش هناكل لحمه الشهر ده، فيقول لها اه قشطه بلاش ناكل لحمه حلو يلا وفري. تمام، اذا كنت انت تقدر تجوع طب هي كمان هتجوع، الطفل هيجوع، عايز يعني ما تاكلهمش لحمه هما الاثنين طول الشهر مثلا يعني. ففي ناس اما يلاقي مراته بتوفر كده يلا بركه يا جامع، وده غلط طبعا. لا انت لازم، انت رب البيت، انت الكنترول في ايدك، مش هي اللي هتتحكم وتقول لك ناكل وما ناكلش، نوفر وما نوفرش. هي بتحاول تتحكم في الاطار اللي انت مديه لها، مدي لها 1000 جنيه هتتصرف بال1000 جنيه، مديها 5000 جنيه هتتصرف في اطار 5000 جنيه. ده لو انت رب البيت يعني، مش هي اللي بتشتغل وانت اللي قاعد في البيت. انا بفترض ان ايه، ان انت رب البيت وعندك زوجه واثنين وثلاثه. فدي فكرتي وده منظوري، ان انت خلف كتير، انفق كويس على الناس دي علشان تطلع فعلا ذخيره، ده جيشك، دي اسنانك اللي بتاكل بيها في الحياه ولادك. انا بفرض وقت ليه في القناه، وانا برضو الوقت ده اولى بيه بيتي وابني وبنتي، ويعني مش صح ان انا اضيع الوقت ده من غير ما اديهم نصيحه برضو بنفس القدر. ما برضو فكر فيا، انا اللي بقولك النصيحه. ولكن انا ببص بمنظور عام، مش بس اللي يفيدني، لا اللي يفيد المجتمع كله. لان انا هيفيدني بايه لما انا تبقى اسرتي كويسه وعندي اولاد كتير وعندي ومربيهم كويس وبديهم وقت ونصايح وعندي زوجتين ولا ثلاثه عادل بينهم وكل حاجه تمام عندي في بيتي، ولكن بقيه المجتمع خربان ضايع، بيخلفوا قليل وبيصرفوا قليل على العيال وبيربوهم وحش او ما بيربوهمش اصلا. طيب اما يبقى اطفالي انا هيتربوا او اولادي يتربوا وسط الناس دي، مش هيلقطوا منهم شويه حاجات خبيثه؟ ما ده الاغلبيه اما المجتمع يبقى كده. فعشان كده نظرتي عامه شويه، ان انا عايز المشاهد اما انت تربي اولادك وتخلف اولاد كويسين، فانا اولادي يبقى وسط ناس محترمين، يوم المجتمع كله ينصلح، المجتمع العربي في روسيا او المجتمع الروسي او الاوكراني ولا حتى في الوطن العربي، انا عايز كلنا نبقى على مستوى واحد من الاخلاقيات، على مستوى واحد من ثقافه والذهنيه. روسيا واوكرانيا يعني الدوله بتقول لك خلف، وكل ما تخلف هنديك فلوس. اللي بتخلف خمسه ولا بتخلف سته ده بيعملوا لها فرح، بيقولوا لها ده يرضيكي كام عشان نديك، والدوله لازم تعمل لها دعم استثنائي. قانون انسانيه، قانون سياسه الدوله. احنا عايزين نكتر، عايزين ناس كتير. انتوا على فكره اتفرجوا على الجيل بالذات في روسيا يعني اكتر من اوكرانيا، اوكرانيا وروسيا الاثنين عاملين نفس الخطه تقريبا، بس في روسيا اكتر. شوفوا الجيل الجاي عامل ازاي، جيل قوي مركزين على الرياضات، على فعلا يعني حتى الجيل القديم برضو طالع عوده كويس.